أتمنى أن قصتي تكون ملهمة لستات كتير وتشجعهم يجروا ورا حلمهم وما يستسلموش ويبقوا واثقين أنهم يقدروا. كنت دايماً بحلم أني أكون رياضية محترفة، وأنا صغيرة كان بيتقالي أن الرياضة مش للبنات، لكن أنا برضو كنت مقتنعة أني لازم ألعب. بمجهودي وإصراري اشتغلت على نفسي وطورت مهاراتي وبقيت الشخصية اللي أنا عليها دلوقتي. أنا نور، أنا بنت وأخت، أنا بطلة العالم في الإسكواش، وأنا عندي 15 سنة عملت عملية في ركبتي كانت هتنهي حياتي الرياضية قبل ما تبدأ، لكني رفضت وعمري ما استسلمت، قومت ولعبت ورجعت أقوى من الأول. خدت مضربي ونزلت الملعب مصرة أني أسيب بصمتي في كل ماتش. حياتي في اسكندرية ما كانتش سهلة، كان عندي حلم، حلم أني أكون أفضل لاعبة سكواش في العالم، لكن من جوايا كنت مصممة إن مفيش حاجة توقفني. ونور عندها 6 سنين ابتدت تيجي معايا التمرين، حبت الاسكواش، ومن ساعتها وانا في ظهرها وبشجعها. برغم من اللي هي وصلت له، نور قدرت تحافظ على طبيعتها وتواضعها، وعمرها ما بعدت عن صحابها ولا اسكندرية. نور كان دايما بترسم نفسها وهي بتلعب رياضة. انا فخور جدا ببنتي وعلى ثقتها بنفسها واسرها. أنا بهرب للملعب، الملعب هو أكتر مكان برتاح فيه وأشوف فيه أحلامي. أنا بحلم، أنا واثقة، أنا قادرة أكثر، أنا قدها. برايفت، أنت قدها.